حياكم الله زبائننا ومتابعينا ومتابعين مجوهرات أكرم المحمدي. بعد انقطاع لأكثر من 15 يوم تعود إليكم مجوهرات أكرم المحمدي بحلتها الجديدة والتي تليق بأذواق ومقام زبائننا الكرام. راح ناخذكم بجولة وننقل لكم صورة عن مجوهرات أكرم المحمدي بحلتها الجديدة. هنا عندنا قسم سياتات البتوس، قسم الكراسي جابر الخليجية الملكية الضخمة والفخمة، الأسلحة والقاردونات والشالات. هذا قسم الأساور البتوت متوفرة بكل ديزايناتها وكل موديلاتها. هنا عندنا قسم التليفونات الذهب، الشباحيات مع الجناجل والخلاخيل، قسم التراشي والميداليات، سياتات الأطقم الإيطالية. هذا القسم خاص بالسياتات الأطقم الإيطالية، الماركات العالمية اللازوردي، الرولكس، الكارتير، الجيسيكا. وهذه القطع هنا القطع الخليجية متوفرة بكل ديزايناتها وجميع أوزانها. للعلم احنا مستمرين بفتح وعرض بضايعنا الجديدة، بضايع عيد الفطر المبارك، وان شاء الله راح نعرضها عليكم بشكل مفصل. هذا القسم اللي خاص بالأساور التوينز والملاوي والسفايف والكلبشات والقلاصات. هذا هنا السوارات المتحركة. هذا قسم المحابس. بعدنا ما عرضنا الحلقات وبقية موديلات المحابس.